الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التأليف، وذكرنا هنالك ثلاثة محاور للبحث. المحور الأول أهمية التأليف، والمحور الثاني العوائق الخارجية للتأليف، والمحور الثالث العوائق الداخلية للتأليف. هنالك محور رابع للحديث، وهذا المحور عامل تحير الكثير من المؤلفين، وبالذات الذين يبدأون في مجال التأليف، وهذا الموضوع هو مجالات التأليف، يعني حول ماذا نؤلف. وما هي الموضوعات التي يجب أن نكتب حولها؟ في الإجابة نذكر نقطتين. النقطة الأولى إن جميع المجالات المعرفية بحاجة إلى التأليف، لا يوجد هنالك مجال فيما نظن لا يحتاج إلى التأليف. لماذا نقول ذلك؟ هنالك قاعدة أذكرها أولا ثم نطبقها على محل البحث. وهذه القاعدة يقولون هنالك فرق فيما بين الوجود والعدم. إذا يراد أن توجد هنالك ظاهرة معينة، هذه الظاهرة توجد هنالك أبواب للعدم محيطة بهذه الظاهرة، هذه الأبواب كم باب؟ ربما تكون 1000 باب، ربما تكون 100,000 باب، ربما تكون 1,000,000 باب. هذه أبواب العدم
المحيطة بكل ظاهرة وجودية. إذا نحن أردنا لهذه الظاهرة أن توجد، لابد أن نغلق جميع أبواب العدم المحيط. إذا كانت هذه الأبواب 1000 باب، وإنت أغلقت 1000 إلا 1، هاي الأبواب أغلقتوها واحدا واحدا وما بقي هنالك إلا باب واحد، هذه الظاهرة توجد أو لا توجد؟ الجواب لا توجد. مثلا مثال لتقريب الفكرة، إذا أكو هنالك مدينة، إحنا نحاول الحفاظ على هذه المدينة، وهذه المدينة لها 100 منفذ، انتو اذا اغلقتوا 99 باب من هذه 100 امام العدو وبقي هنالك باب واحد، هل تضمنون الحفاظ على هذه المدينة؟ لا، لأن العدو يأتي من هذا الباب 100، على قول ذلك القائد انتظرناهم من الشرق فجاءوا من الغرب، لا يكفي أن تحفظ المدينة من الشرق، إذا هنالك بابان يجب أن تغلق البابين، إذا 100 باب يجب أن تغلق كل الأبواب 100، إذا بقي باب واحد من الأبواب هذا الحدث لا يتحقق. فالوجود يحتاج إلى إغلاق جميع أبواب العدم المحيطة بالشيء، بينما العدم لا يحتاج إلا إلى انفتاح باب واحد. إذا باب واحد من أبواب العدم كان موجودا يكفي في عدم ذلك الشيء. الحياة بقاؤها، أكو هنالك أبواب لعدم الحياة، الأمراض المختلفة التي منها يأتي الموت، نفرض أن هذه الأبواب 1000 باب، إذا واحد أغلق جميع هذه الأبواب إلا باب واحد، الموت يأتي من ذلك الباب. هذه القاعدة يذكرونها في محلها. احنا كان هدفنا مجرد الإشارة. الباطل، نفرض ان مجالات المعرفة 1000 مجال. امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، 1000000 باب. إحنا إذا فرضنا أن المجالات المعرفية 1000 مجال، وانتو ملأتوا الفراغ الاول يعني الحق،
وملأتم الفراغ الثاني بالحق، الباطل يجي من الباب الثالث ويؤثر في المجتمع. أغلقت 100 باب، الباطل يجي من الباب 101. إذا بقي هنالك باب واحد الباطل يأتي من ذلك الباب ويؤثر في المجتمع. كان هنالك رجل أو كان هنالك رجلان، الحكمة الإلهية أو الحكمة الطبيعية، هذا الرجل جاء واستغل الفراغ الموجود في هذا المجال. ما أقول إن هذا الفراغ فراغ واقعي، فراغ في المجتمع، كان هنالك فراغ في المجتمع في باب الحكمة. جاء هذا الرجل وطرح نظريته في باب الحكمة. هذه النظرية أن الكون كله يبتني على 3 معادلات: معادلة الإثبات، ومعادلة النفي، ومعادلة نفي النفي. هذا الرجل جاء وطرح هذه النظرية في باب الحكمة، وبعده جاء هنالك رجل آخر وبنى على هذه النظرية. هذه النظرية ذلك المفكر طرحها في مجال الفكر وفي مجال الكون. هذا الرجل الثاني جاء وجر هذه النظرية إلى مجال المجتمع، قال كما أن الكون يعتمد على هذه المعادلات 3 والفكر يعتمد على هذه المعادلات 3، المجتمع يبتني على هذه المعادلات 3 أيضا. النتيجة شنو كانت؟ أن هذه النظرية بني عليها حركة باطلة عالمية أخذت بأكظام البشرية حوالي 70، وعلى هذه النظرية قتل الملايين من البشر وعذب الملايين من البشر وسجن الملايين من البشر. في عملية واحدة قتل هنالك 20 مليون فرد، وهذه الحركة هي الحركة الشيوعية. المنظر الأول لهذه الحركة هيجل المعروف، الذي طرح في مجال الكون وفي مجال الفكر نظرية الإثبات والنفي ونفي النفي. هذه النظرية طرحها في عالم الفكر وفي عالم المادة. والرجل الثاني اللي جاء وبنى على هذه النظرية ماركس، هذه النظرية جرها إلى ميدان الاجتماع وإلى ميدان المجتمع، وعلى هذه النظرية بنيت الحركة الشيوعية. الحركة الشيوعية اللي قتلت الملايين
وشردت الملايين وسجنت الملايين، وإلى الآن موجود، وما كان تأثيراتها فقط في البلاد الغربية، حتى في بلاد في العراق رأيتم ماذا فعل الشيوعيون الكبار. أكو هنالك فراغ، هذا الفراغ إذا ما ملئ بالحق الباطل يأتي من هذا المنفذ ويؤثر. كان هنالك فراغ في الاجتماع، أنا ما أقول إن هذا الفراغ فراغ واقعي، ولكن فراغ اجتماع، فراغ في علم الاجتماع، فراغ في علم النفس، فراغ في علم الاقتصاد، فراغ في النظرة الكونية، النظرة إلى الكون. جاء أهل الباطل وملأوا هذه الفراغ وأثروا في المجتمع. الآن مثقفين عندما يريد يقرأ الاقتصاد أي كتاب يقرأ، الكتب الاقتصادية اللي الآن هي ضمن المناهج العلمية في الجامعات، أي كتب هؤلاء الشباب اللي ينشأون في الجامعات أي أفكار يقرؤونها في كل العالم العربي، في كل العالم الإسلامي، نظريات الغربي. هذا فكرة، فكر اقتصادي غربي. يمكن أن تكون هنالك شواذ، ولكن الشواذ لا يبنى عليه. الشاب عندما يتخرج من الجامعة الاقتصاد اللي قاري اقتصاد غربي، السياسة اللي قرأها سياسة غربية، علم النفس اللي قرأه علم النفس الغربي، علم الاجتماع اللي قرأه علم الاجتماع الغربي، وهكذا. هذا كيف ينشأ؟ ينشأ ونظرته نظرة غربية. حتى أنا أذكر لكم هذا المجال اللي هذا المجال ننظر إليه بتواضع شديد، مجال القصة. أكو هنالك فراغ، النفس فيها مجال وفراغ للقصة، يجب أن تملأ هذا الفراغ. كم كتاب عندنا في هذا المجال؟ القرآن الكريم، كثير من قصص، لأن القصص وسيلة توجيه. المتدينين كم قصة كتبوا؟ الطفل عندما يريد يقرأ قصة، أو الكبير عندما يريد أن يقرأ قصة، يقرأ هذه القصص المنحرف وتؤثر في شخصيته. ولذلك في الواقع نحن الآن، يعني بداية هذا الأسبوع، نشروا أن الكاتبة الغربية الفلانية ألفت قصة. في بداية هذا الأسبوع عرضت في المكتبات، الطبعة الأولى طبع منها مليون نسخة، مليونين. ويقول المكتبات في العواصم العالمية، مجموعة ذاكرها تعمل ليل نهار، لأنه أكو هنالك طابور طويل لأخذ هذه الكتب. كاتبة
كاتبة غربية، مليوني النسخ، هاي الطبعة الأولى من هذا، ولها أربع كتب قبل ذلك، مؤثر. ولذلك في الواقع نحن نحتاج إلى الكتابة في جميع المجالات، كل المجالات، لأنه أي مجال أكو هنالك فراغ، الباطل ينفذ من ذلك الفراغ ويؤثر في المجتمع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مع أننا نعتقد أن جميع المجالات بحاجة إلى الكتاب وإلى التأليف، ولكن نظن أن هنالك ثلاثة مجالات، لعل هذه المجالات الثلاثة هي الأولى بالتأليف والكتاب. المجال الأول، المجال العقائد، العقائد جدا مهم. الجدد لهم كلمة يقولون البنى التحتية للمجتمع، يعني القاعدة التي يبنى عليها المجتمع. البنية التحتية كل البنى التحتية هي العقيدة. هنالك بناء، وهنالك بنى تحتية، وهنالك بنية قاعدية تبتني عليها جميع تلك البنى التحتية وهي العقيدة. أنا لعلي نقلت لكم أن الجد رحمة الله عليه ذكر للعم في إبان المد الشيوعي أنه اشرح للشباب أصول العقيدة. خاتم الذهب ليش محرم للرجال؟ لتبحثون حول هذا، يعني هذا مو في الأولوية، لأن ما إلى نهاية البحث في الفروع، ما إلى نهاية. خاتم الذهب ليش محرم؟ فرضنا جبت علة علمية لذلك، أنه هذا يرتبط بالكريات الحمراء والبيضاء وكذا وكذا، وأقنعته يسأل أن اللحية ليش واجب، جبت لعلة علمية يسأل لماذا الحجاب واجب. الفروع لا تنتهي، ولكن إذا واحد عقيدته كانت عقيدة متينة، كل الأشياء محلولة. إحنا الآن ليش كل الأشياء محلولة؟ هذا مثل شنو؟ مثل طبيب، أنتوا تردون تناقشون الطبيب في كل مفردة من المفردات لا تنتهي، ولكن إذا آمنت بالطبيب، يعني آمنت أن هذا الطبيب حكيم وعالم وأنه لا يريد إلا الخير لكم، كل القضايا محلولة، أي شيء يقول تقبلون منه. إذا قضية العقيدة ثبتت في المجتمع كل القضايا وإذا العقيدة ضعيفة جميع البنى تكون ضعيفة. الكتب
العقائدية التي عندنا هل تكفي؟ هذا الكم الهائل من الكتب العقائدية يكفي أو لا يكفي؟ الحقيقة علماؤنا بذلوا جهودا جبارة في تثبيت العقيدة، ولكن نعتقد أن الموجود لا يكفي لعاملين. العامل الأول، كل يوم تولد هنالك شبهات جديدة، كل يوم أكو هنالك شبهات جديدة، الشبهات الجديدة بحاجة إلى أجوبة جديدة. الآن في جميع المجالات هنالك عقول مفكرة تطرح شبهات، هذه الشبهات من يجيب عليها؟ العلامة الحلي رحمة الله عليه في عهده أجاب على الشبهات المطروحة في عهده. لاحظوا كتبه، طارح النظريات وقال فلان وقال فلان، يذكر النظريات واحدة واحدة. هذه النظريات ما كانت قديمة، تجددت. العلامة الحلي عالجها واحدا واحدا. العلامة المجلسي رحمة الله عليه في عهده ما اكتفى بما صنعه العلامة الحلي، لأنه هنالك شبهات جديدة. الشبهات اللي كانت مطروحة إلى عهده أجاب عنها واحدا واحدا، ولكن هذه الشبهات المتجددة في كل يوم تحتاج إلى معالجات متجددة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، آمنا بأن الشبهة قديمة وأن الإجابة قائمة، ولكن منهج الطرح، هذا مهم جدا، اللغة تختلف من عهد إلى عهد ومن وقت إلى وقت، كل زمان له لغته. كان واحد من العلماء رايح إلى الغرب، يقول الآن من أهم ومن أوقع الأشياء المؤثرة في الغربي، الآن تريد تؤثر في واحد غربي، ما هو المنهج الذي تخاطبه؟ كان يقول أهم الأشياء وأوقع الأشياء الآن في الغرب، أكو هنالك ذهنية علمية مادية، ذهنية علمية مادية، أنت تخاطب هذه الذهنية العلمية المادية. كان يقول هذه من أهم العوامل، هو كان أظن يقول أهم العوامل في هداية الغربي. تشوفون واحد غربي تقولوا له أنه مثلا
على سبيل المثال. الجاذبية متى اكتشفت؟ الجاذبية اكتشفت في القرون الأخيرة. الرجل المعروف نيوتن، الجاذبية موجودة في القرآن الكريم قبل 1400 الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول: ثم عمد ولكن لا ترى. في التفسير النبي صلى الله عليه وآله اللي عاش في تلك البيئة المتخلفة، من أين كان له أن يخبر بهذه الحقيقة العلمية؟ هذا ما يدل على أنه مرتبط بالله تعالى. حركة الأرض متى اكتشفت؟ حركة الأرض، أن الأرض متحركة. هذا الرجل المعروف غاليلو اكتشف هذه الحقيقة في قرون متأخرة. الكنيسة أخذوا وسجنوا وحكموا عليه بالإعدام. ما أعلم أعدموا لولا أو تاب. هذا في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كيف كان للنبي صلى الله عليه وآله إذا لم يكن مرتبطا بالله أن يعرف هذه الحقيقة؟ قبل كم يوم قريت في مكان يقول أنه العلماء جديدا اكتشفوا أن أدنى بقعة في الأرض هي البقعة الفلانية. بأدق الوسائل الجديدة، وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن، لأن القرآن الكريم يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهي هذه المنطقة. بس طبق تفسيره، لا أريد أن أؤيد ولا أريد أن أنفي. هذا المنهج اللي أحمد أمين كان عنده في العراق في إبان المد الشيوعي، كان يشرح المعادلة الرياضية لطلاب الجامعات، ثم كان يقول: هذه المعادلة الرياضية كانت جديدة على العالم، لكن احنا شيعة أمير المؤمنين مو جديدة علينا، لأن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بيّن هذه المعادلة قبل 1400 عام في كتاب التكامل. تشوفون هذا المنهج. على كل حال المجال العقائدي جدا مهم ويحتاج إلى إغناء دائم. يعني الكتاب الذي يكتب في هذا العام لا يكفي للعام القادم، يحتاج إلى كتاب آخر. هذا المجال الأول، وهو المجال العقائدي الذي يحتاج إلى إغناء. إن شاء الله بقية الحديث ندعه لما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.